اهلا بيكم وتحياتي لحضراتكم جميعا. وموضوع مهم جدا عن حاجه بتعمل التئام للاعصاب، وهو فيتامين بي 1. من الاخر كده، اللي عايز يعرف الموضوع يسمع للاخر، لان لما بتيجي تروح تشتري فيتامينز بتجيب حاجه اسمها هو الثلاثه مع بعض، بي 1 و6 و12. فيتامين بي 1 اللي انتوا ما تعرفوش نوعين، ونوعين مختلفين تماما. وطبعا اللي موجود واللي انتوا بتشوفوه ده اسمه السيامين. فاحنا النهارده هنتكلم على فيتامين بي 1 اللي بيعمل التئام للاعصاب، واهميته للناس اللي عندها مشاكل في الاعصاب. وهنفهم الحاجات المواد الغذائيه اللي موجود فيها فيتامين بي 1. فيتامين بي 1 مهم جدا لصحه العصب بتاعنا، ومهم جدا في حاجات كتيره في جسمنا. ومش هخفيكوا سر، فيتامين بي 1 مهم للعديد من الوظائف العصبيه في الجسم. وطبعا فيتامين بي 1 اللي هو اقل شهره من الفيتامين اللي انتوا عارفينه كلكم، اسمه بنفو ديامين. اسمه ايه؟ بنفو ديامين. فعشان كده احنا النهارده هنتكلم عن بي 1 من الاشكال ويساعد الناس اللي عندها مشاكل في مرض السكر، وهنتكلم عنه بشكل كبير. فعشان كده لازم نفهم فيتامين بي 1. هنشرح الفيتامينز وهنعرف كل حاجه عنه. طبعا بنحتاج نفهم ان فيتامين بي 1 هو نوعين، السيامين والبندو ديامين، البنفو ديامين، السيامين والبنفو ديامين. طبعا لو انت ما انتش عارف وانت جديد في القناه عندي، انت معاك دلوقتي الدكتور خالد ابو العزم، استشاري امراض البطنه والغدد الصماء والسكر، ومهتمين جدا بموضوع السكر ومقاومه الانسولين، لان هو ده اساس الامراض كلها. اساس كل الامراض هو موضوع السكر ومقاومه الانسولين. هنبدا مع بعض ونتكلم عن السكر، لانه بيعمل امراض قلب واعتلال في الاعصاب المحيطه. وهناك شكلين من فيتامين بي 1، فهتعرف ان لما تشاهد الفيديو ده للاخر هتعرف حاجات كتيره جدا. اول شكل من الاشكال بي 1 هو السيامين، وده بيدوب في الميه. السيامين ده بيدوب في الميه، وده الشكل اللي انت بتشوفه دايما في فيتامين بي المركب. لكن التاني اللي هو البنفو ديامين، ده بيدوب في الدهون وبيبقى اسمه بي 1 النوع التاني. ودلوقتي السيامين موجود بشكل طبيعي في اطعمه كتير، زي اللحوم العضويه والكبده، وايضا بنلاقي منه كميات كبيره في سمك السلمون اللي بيتم اصطياده والناس بتاكله. والسلمون اللي بيتم تربيته في المزرعه بيحتوي على مستويات اقل بكتير من الاطعمه الاخرى الغنيه بالسيامين، زي بلح البحر وبذور الكتان والمكسرات والفاكهه وقرع ونبات الهيليون والفول والبسله الخضراء والرز البني والخميره البيضاء. لكن طبعا هذه حقيقه طبعا مخيفه جدا. الصيامين المدرج في ملصقات المكملات لا ياتي في الواقع من اي من الاطعمه الكامله اللي احنا قلناها دلوقتي. بيجي الصيامين الموجود في المكملات الغذائيه من الصين، بيتم اشتقاقه من ماده سامه مثل قطران الفحم والامونيا والاسيتون. فطبعا ده غير مختلق وده صحيح. اما البنفو ديامين نتكلم عنه، هو ماده صناعيه متسم، ودايما نقول نبتعد عن المكملات الصناعية للبي 1 في الشكل ده، وده الاستثناء الوحيد للقاعدة. فطبعا عايز اقول لكم حاجة، ان البي 1 ملوش اي اضرار جانبية واعراض جانبية واثار جانبية. بيبقى ليه الافضل من كده؟ ان هو امتصاصه في الخلايا العصبية افضل بكتير من الصيامين. البنفوديامين ده مهم جدا، بيعتبر ان لو تحدثنا عن العلاقه مع السيامين والبنفوديامين، هنلاقي البنفوديامين ده لو تناول المكون هيتحول الى السيامين داخل الخليه. عشان كده السؤال اللي دايما، ليه ما بتاخدش سيامين وتبدا؟ فلازم اقول لكم ان السيامين قابل للذوبان في الماء، فده بيمثل مشكله كبيره تحاول ادخال فيتامين بي في اعصابك. لكن لما بتاخد البنفوديامين ده بيساعد كتير جدا ويدخل العصب مباشره، ودي ميزه البي 1 اللي هو البنفو ديامين. فلو احنا هنجيب البي 1 نجيب البنفو ديامين اللي بيدوب في الدهون، فبينتقل بسهوله للاعصاب وبيخترقها بشكل عميق جدا. وطبعا بالبنفو ديامين عنده معدل امتصاص في الخلايا العصبيه
اعلى ب5 مرات من مكمل السيامين اللي موجود بمجرد انه يدخل الخليه. فطبعا لما اخد البنفوديامين تركيز وقوه البنفوديامين هيكون اقوى بكتير جدا من الصيامين. فعشان كده بنستخدم لما بناخد البنفوديامين مستويات عاليه جدا من الصيامين علشان الخلايا العصبيه، وبتساعد في اصلاح الاعصاب المحيطه وبيقلل الاجهاد التاكسدي اللي هو المضاد اكسده اللي بتتلف الاعصاب. فالسؤال الرئيسي ايه اللي يدفعنا للاجهاد التاكسدي اللي بيتلف الاعصاب؟ العوامل زي الجلوكوز المرتفع. يعني عشان كده دايما اكلمكم اقول لكم السكر العالي يا جماعه بلاش، موضوع السكر العالي بلاش، التوتر بلاش، زياده الوزن بلاش، التدخين، كل ده بيبقى فيه مشكله. ولما السكر بيبقى 100 ل 125 ده بيبقى شيء كويس جدا بنحافظ عليه. تمام. والسكر الصايم زي ما انتم عارفين اللي هو لغايه 126 دي مرحله ما قبل السكر. عشان كده لما بيكون عندنا مكملات كميات كبيره جدا من الجلوكوز وبتعمل اللي هي التاكسد بتاع الخلايا والانسجه العصبيه بتبقى بتتاثر بشكل كبير. عشان كده اللي انا عايز اقوله لكم حاجه، البنفوديامين من افضل الحاجات اللي بتساعد. احنا اتكلمنا في الحلقات السابقه حاجات عن الاعصاب، واتكلمنا عن البوزاليا، واتكلمنا عن البروتييز، واتكلمنا عن الحاجات التانيه البنفوديامين، واتكلمنا كمان عن حاجات كتير، لكن ما اتكلمناش على البنفوديامين بشكل كبير. ودلوقتي نقدر نعيد بقى ونزيد كمان انه بيضيف في الدهون وبيوصل للاعصاب بشكل اكبر 5 اضعاف السيامين، وفي نفس الوقت بيتعمل هو مصنع ولكن مفيد جدا، مجرد ان انت بتاخده بيتحول في الخلايا العصبيه لصيامين بتركيزات عاليه، فبيحافظ جدا على الخلايا العصبيه وبيضاد للاكسده. وزي ما احنا قلنا قبل كده البنفوديامين من الحاجات المهمه جدا، وتحروا الدقه دايما لما نيجي نشتري الفيتامينز يكون عندنا الامتصاص بتاعنا كويس، لان لو الامتصاص وحش الكل اللي احنا بنعمله ده مش هينفع خالص. عشان كده دايما ندور على البنفوديامين، ندور على البي 12. لو عندي مشكله في الامتصاص هاخد البي 12 ابر، وطبعا البي 12 المعروف ومنتشر وموجود. وعندنا مشكله كبيره جدا، معظم الناس اللي بيجوا لي وعاملين عمليات تكميم يقول لك انا باخد فيتامين بي حبوب. ازاي وانت شايل 80% من المعده بتاعتك هتاخد ازاي الحبوب بالمنطق؟ وهو الامتصاص بيتم من الانترنسك فاكتور اللي موجود في المعده. طبعا الانترنسك فاكتور لو انت خدت 10 اقراص ومعندكش انترنسك فاكتورز اللي هو عامل الداخليه اللي تمتص ال 10 اقراص دي وعندك مش موجوده خالص، ولن يمتص قرص واحد. عشان كده دايما نوعي الناس ونقول لهم خدوا الحاجات دي على هيئه ابر، ما تاخدوهاش على هيئه حبوب لان ده غلط كبير. البنفوديامين بي 1 هو الاهم على الاطلاق بالنسبه لمريض السكر، هو اللي هيحافظ لي على السكر. البي 1 مهم في حاجات تانية كتير، لكن انا بتكلم النهارده عن التهاب الاعصاب. والحلقه بتاعت امبارح اللي اتكلمنا على البوزاليا والبروتييز وقلنا لو انت عندك الم شديد ممكن تاخد منها هيريح الالم على طول، ولكن كل اللي احنا بنعمله ده من غير ما تظبط سكرك، من غير ما تظبط الضغط بتاعك، العصب مش هيلتئم. التئام العصب بيحتاج لفيتامينز بالتركيز عالي جدا، فما تقلقوش لما تاخدوا الكميات بتاعتنا زي ما قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت. الموضوع مهم جدا، الموضوع عشان تبقوا فاهمينه لازم تاخدوا بالكم من تحري الدقه لما تيجي تشتري فيتامين والدكتور يشرح لك هتاخدها ازاي. البنفوديامين بيبقى بيدوب في الدهون فبتاكله بتاخده مع الاكل. الصيامين اللي هو بيبقى موجود في البيل المركب بيتاخد مع ميه عادي لانه ده بيدوب في الميه. فرق شاسع ما بين ده وده. البنفوديامين مصنع، التاني اللي هو طبيعي، لكن المصنع الاستثناء الوحيد في المكملات اللي بنقول عليه لانه بيتحول للعصب على طول. هي ميزته انه بيخش على العصب على طول ويتحول جوه الخلايا العصبيه، فده بيفيدني جدا وبيضيع القلق اللي كان موجود في العصب، وطبعا بيعمل اصلاح للخلايا العصبيه بشكل كبير. عشان كده تحروا الدقه في شراء الفيتامينز، وانا بتمنى ليكم الصحه والعافيه، وتابعوا الحلقات وراجعوها تاني، واللي ما عملش اشتراك يشترك ويفعل الجرس عشان تجيله اللايف كل يوم، بندخل كل يوم لايف، وفي نفس الوقت كمان انك انت تعمل اللايك والشير عشان الحلقه توصل لاكبر عدد منكم يقدر يستفيد بيها. المعلومات دي يمكن انت ما تسمعهاش في اماكن كتير،
المعلومات دي مهمة جدا، هتفيد مريض السكر وهتفيد مريض الضغط وهتفيد كل المرضى. أنا بشكركم وتحياتي ليكم، وتابعوني الفترة اللي جاية. شكرا لكم.